للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا المقدم أسامة الشرعبي الناطق أو ناطق شرطة تعز. سيادة الشرعبي أهلا وسهلا بك. إذن هذه الحملة ضعنا في صورتها والأهداف من ورائها. بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله مساءكم بكل خير وجميع المشاهدين. نحيي ونشكر قناتنا الشباب لمواكبتها المستمرة للأوضاع الأمنية والإجراءات والجهود الأمنية التي تبذل في محافظة تعز. طبعا هذه الحملة هي قرار أصدر عبر اللجنة الأمنية برئاسة الأخ محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان، قرر خروجها صباح اليوم لتنفيذ انتشار واسع في المدينة لمنع السلاح المنفلت والسلاح العشوائي الغير مرخص والذي يتواجد في غير مهمات رسمية. طبعا هذا السلاح عانى منه أبناء تعز كثير، تسبب بكثير من المعاناة والمأساة خلال على امتداد الفترات السابقة. طبعا هذه الحملة يعني نفذ قبلها كثير من الجهود والإجراءات، بدأنا بإجراءات من قبل سنتين اللي هي إيقاف إطلاق النار في الأعراس، منع إطلاق النار بأي منطقة في أي احتفالية أو مناسبة، أيضا نفذنا حملة إعلامية واسعة من 3 أيام للتحذير والتنبيه والتوعية بخطورة حمل السلاح والدعوة للتعاون المجتمعي للمنع انتشار السلاح الغير مرخص والذي يتواجد في غير المهمات الرسمية. نعم، هذا هو الهدف، هو منع السلاح العشوائي الغير مرخص والغير متواجد في غير مهمات رسمية. طبعا الانتشار ينفذ في كل مديريات المدينة المحررة أو المحافظة المحررة سواء في الأرياف أو في المدينة. سبق قبل ذلك تنفيذ قبل يومين الأسبوع الماضي في مديرية الشمايتين، لحقها قبل يومين في مديرية المعافر، تم اليوم تنفيذ هذه الحملة وانتشارها بشكل واسع في عاصمة المحافظة في مدينة تعز. نعم، يعني هنالك من يربط هذه الحملة بالزيارة المرتقبة للرئيس العليمي، ردكم على مثل هذا الربط؟ والله بالنسبة لنا الإجراءات الأمنية التي ننفذها بشكل عام هي يعني تأتي وفق ظروف أمنية معينة أو متطلبات أمنية معينة ننفذها. يعني الذي يتذكر إبان فتح المنفذ نفذنا حملة منعنا خلالها قرار أو التمهيد لهذه الحملة، نفذنا في العام الماضي أو نهاية العام الماضي مثل هذه الحملة وبدأنا نحد بشكل كبير من انتشار السلاح المرخص. نعم. يعني هذه الحملة هي تأتي تتويج لجملة من الجهود ولعبارة عن رؤية أمنية شاملة وواسعة واستراتيجية مدروسة، ربما يأتي تنفيذها متزامن مع زيارة أو مع نية زيارة فخامة الأخ الرئيس إلى محافظة تعز، لكن هذا لا يلغي أبدا يعني وجود رؤية ووجود هم وتوجه لدى الأجهزة الأمنية وقيادة اللجنة الأمنية في المحافظة نحو منع السلاح الغير مرخص والعشوائي في المدينة، لأنه قد سبقوا خطوات عديدة وليست هذه الحملة فقط. نعم، شكرا لك سيادة المقدم أسامة الشرعبي ناطق شرطة تعز.